Hormones, 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 h
موبايل من محل فيري فيري وايد كلاس صغيره قوي، كتب طالعه زي دي اسمها ريندرز اوف رابتي سبانش. نقول الديفلوبمنت تاني، الديفلوبمنت مهم، جزء من هي كلها ترمال كوست بار منها نازل من فوق من الداين كيفر، جزء نازل من حته الثلاثه من فوق نيورال ترمال كوست، الجزء اللي نازل من فوق الاصفر ده اللي هو بارت دوت احنا بنسميه نيور هايبوكس، وده اللي
قديمه رفيعه الصغيره ديت اللي بتسرعوا الكلام ده اللي هي الانترميديت والجزء الفاتح ده اللي الوسط وكل ده متشعلق في الحاجه خالص فوق الاستاذ تاني انا خدت زي فص كده في لندن متعلق في الهايب فالاموس بحد ورحت قاطع بالطول لو جبت انترسكشن ببص عليه لقيت اجي الستوك او الانفانتيبيلا اللي رابطه بالهايب فالاموس الكونكشن بتاعه الجزء الخارجي اللي قدام في الانتيريور الجزء الخارجي الثاني دوت اللي هو سيلولر اسمه بارس ستانس وبعدين كليفت الهواء اللي هو الريمنتس اوف راكتس باوتش المكان اللي اتبقى من الديفلوبمنت وبعدين شريط خارج شويه وغالق علشان هو في جزء في الثالث اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو البارس انترميت يعني جزء رفيع خالص صغير وادي الجزء الفاتح اللي هو البارس الانفوزا اللي عباره عن نيرف فايبرز ده شكلها جينا نقطع الكلام ده انا بتورع الفص الصغير ده بدل ما احطه في الميتشن ده احطه في الترانسفيرس سيكشن فبيبان في المنظر ده عشان انت عارف تشوف المسطايز بشكلين ادي الترانسفيرس سيكشن قطعته في البيتوري جلاند الكوره وخدت فيها سيكشن بالعرض من تحت كده ماليش دعوه بقى بالفانتيبي انا مش قادر اشوف انا قطعت الكوره ترانسفيرس لقيت الجزء الخارجي الكبير الغامق دوت في الباسيف ستانس وبعدين الكيف اللي هو الريمنتس في فراكتس باوتش وبعدين شريط رفيع كده اللي فيه كتير رفيع خالص اللي هو قد الاغاني دوت الانترميديا فورس انترميديا وبعدين الجزء الفاتح اللي عباره عن نيرف فايبرز وشويه نيورو جلايد سيلز اللي هو الفورس نيرفوز دي الفورس اوف بيتوين احنا هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل حاجه حاجه ده شكل البارسل ستيلز انا هبتدي اتكلم عن اول جزء اللي هو البارسل ستيلز وقلنا مليان سنس وهو بيطلع السكريشنز اللي بتكنترول كل حاجه اول جزء ده شكله تحت الميكروسكوب هتكبره تطور اعلى شويه عايز اشوف السنس اللي موجوده وده تكبير اكبر كمان علشان هشوف فيه انواع السنس ما هو مش سنس نوع واحد هم لقوا فيه انواع سنس لقوا فيه سنس اسمها كروموس لما جينا نظبط احنا بنظبط بالاتش ام ال في الهيتوكسيك انتيشن لقينا سنس ما بتاخدش فرقه خالص لونها فاتح زي ما انتم شايفين كده مش باين اساسا هي راحت فين انتم مش شايفين كده اهي واحده انا شايفه اليوبيس بس مش شايفه سايتوبلازم هي مش باينه اهي زي دي كده انا شايفه اليوبيس بس مش شايفه سايتوبلازم مش شايفه حاجه باينه مش شايفه له اي حاجه هي باينه فوق منها اللي عليها حرف السي السايتوبلازم ما خدش لون لا هو احمر ولا هو ازرق ليه سايتوبلازم ما خدش لون فسميناها كرومو فوق فوق يعني ما بتحبش كروم اللون حاجه ما بتحبش الالوان ما خدتش لون في سنس ثانيه بصينا للسايتوبلازم بتاعها لقيناها دي اسيتوفين لونه احمر سايتوبلازم لونه احمر زي دي كده سايتوبلازم احمر فسميناها اسيتوفين في سنس ثانيه بصوا عليها لقوها كبيره والسايتوبلازم بتاعها لونه ازرق سميناهم بيزوفيتس عشان يتصنعوا بالصفقه الزرقاء كل الالوان دي مش عشان تشينجز في الكاركتر بتاعت الخليه زي ما هي نفس الدي ام بتاعها واحد لكن السنس دي فيها جرانيولز الهرمونز متخزنه في جرانيولز في قلبها بتطلع لما يجي لها كورت النقط الجرانيولز دي هي سبب السنس دي ما اقولش اصل الاسوفيريك سنس فيهم قتل والباقيين لا اصل الاسوفيريك فيهم ميتوكوندريا لا هم كلهم ليهم نفس الدي ام هتقولوا دلوقتي ايه يا صابرين فنفضهم ثابتين لكن الصبغه ستين ديت حسب الناتشر اوف جرانيولز الموجوده في قلب الخليه. الخليه دي بتستور هرمون، الهرمون مش عارفه تطلع الفاضي من المليان بتطلع لما يجي لها اوردر تطلع. فالستورج في قلب الجرانيولز والجرانيولز ديت هي المسؤوله عن الالوان دي. طيب نشوف بقى متقسمه ازاي. السيل اللي ما خدتش لون خالص سميناهم كروموفورس.
بجيب انتي بودي ليبل كده بروح بومي مثلا وهحط الانتي بودي على الاسلام المكان اللي انا بدور فيه مثلا على البرولاكتين واحط له انتي برولاكتين انتي بودي هيروح عامل رياكشن في الخليه دي يبقى الخليه دي بتسكريت برولاكتين دور بومي ظهر في الحته دي يبقى المكان ده فيه البرولاكتين انا بدور على البروث هرمون هجيب انتي بودي للبروث هرمون واحطه على الاسلام لا مش هقدر احدد المكان هلاقي فيه لون بومي ظهر في مكان معين اللون البني ده في الحته دي يبقى معناه المكان ده فيه البروث هرمون لان انا اللي حاطه الانتي بودي وانا عارفه انا حاطها ماشي كده دي اسمها اميونو كيمستري وده اللي انا بقدر افرق بيه الخمسه سلاح دول من بعض دول حب وانتظار بس كل واحده بتسكريت حاجه مختلفه عن التانيه يبقى اول حاجه الاسيتي فيلز اللي هم الاحمر دول اللي قلنا 30 بيرسون وهو وسط بين الميزو فيلز وبين الكروموسومز في السايز معين نوع منهم بيسكريت البروث هرمون سموه في مال الفوس بيطلع في مال الفيلز ونوع تاني بيسكريت البرولاكتين سموه ماموتوكس جينا نبص على الميزو فيلز ال 30% اللي هم اكبر في الحجم لو هم ثلاث انواع خلايا منهم بتطلع تي اس اتش الهرمون اللي بيستيمولات الثيران سموه ثايروتوكس نوع تاني جناب التوكس بيطلع اف اس اتش ال اتش هرمون هنقول كل الكلام ده دلوقتي سموهم جناب التوكس بيأثروا على الجونات بتاعتهم كورتيكو توكس دي بتطلع حاجه اسمها اس تي اتش بتأثر على الكورتكس بتاع السوبر رام فسموهم كورتيكو توكس حسب السكريشن بتغلط نبتدي اول حاجه منهم الاسيتوفيلز قلنا بنعرفهم منين من بعض من النيورو بليستوفيلز اول نوع من الاسيتوفيلز حاجه اسمها سوماتو تروفس سوماتو تروفس يعني بتطلع حاجه اسمها سوماتو تروفين ايه سوماتو تروفين ده البروث هرمون المسؤول عن البروث بتاع الراس بتاعنا مسؤول عن التركيز بتاع حاجات كتير سوماتو تروفس احنا عندنا ال ال بيكتشر تقريبا ثابته مع اختلافات بسيطه يعني هتلاقوا السيلز كلها راوندد وفيها راوندد نيوكلاي ما عدا اثنين اوفر وليهم اوفر نيوكلاي في واحده جايه تشنج نيوكلاس في جدول عندكم سهل جدا حلو سهل جدا الاي ام بيكتشر بقى ثابته فيهم كلهم هم الخمسه الخمس انواع من السيلز البارسل سيلز كلها السيلز بتاعتها ثابته هي بروتين فورمين سكريت ريسيبت يعني ايه بروتين فورمين سكريت ريسيبت يعني انا كده ايه ار ار ويل ديفلوب بودي ميتوكوندريا سكريتوري جرانيولز دي الاي ال بيكتشر بتاعتكم كلهم في 5 تايبس اوف سيلز تاني هما بروتين فورمين وسكريتوري يعني الاقي ار اي ار الاقي بقى الجلد بولجي الاقي ميتوكوندريا عشان الاي ما تشوف طبعا والاقي سكريتوري جرانيولز ده الاي ال بيكتشر بتاعهم كلهم بالنسبه للسمات كلوس اللي بتطلع البروت هرمون او سمات كلوفين شكلهم ايه تحت الراي الميكروسكوب هما سبريكا سيلز على فكره اللي واخدين اللون الاورنج ده وحاسين ان ايه لون الاورنج مكان مليان سيلز سيلز كتير قوي منهم ومن بعضهم فينستريتد بلاد كابيلرز لازم اقول الكلمه دي مفيش حاجه من البرايم جلاند من غير ما اقول ان في بلاد فيزلز قاعده فيها اللون الاورنج هو سيلز مدوره راوند سيلز او سبيريكال سيلز فيها راوند نيوكليس ايه اللي ايه هم اسفين جرانيولز طبعا ايه اللون الاورنج ده السمات الكروس زمان كانوا بيسموهم بصبغه كده مميزه ليهم هم اسمها اورنج جي صبغه هم اورنج فسموهم اورانج فيلز السيلز اللي بتحب اللون الاورنج يبقى الاورنج جي دي صبغه عشان السوماتو تروف بس مش لاي حاجه ثانيه كان الكلام ده بيعملوه زمان حتى مطور عليه احنا دلوقتي بنسموهم بيجيبوا حته اليورو على طول لو عايزين نفهمها يبقى اول حاجه هم سبيريكال سيلز فيهم راوند نيوكليار هم فيهم اسيتوفيل جرانيولز في المسافه بتاعت الاسيتوفيل في كلهم الاي ال بيكتشر بتاعتهم ثابته في الخمسه بايتس ار ار ميتوكوندريا جولجي سكريتري جرانيولز. ايه اللي بيميز السمات التوكس في اللايت مايكروسكوبيك بيكتشر؟ ان انا ممكن اصبغهم بصبغه اورنج بتاعتهم. يبان باللون الاورنج السايتوبلازم بتاعهم بيبقى اورنج، حاجه اسمها اورنج جي فسموهم اورانجيو فيلز. بيشتغل ايه؟ وظيفتهم ايه سمات التوكس من اسمهم؟ بيطلعوا حاجه اسمها ضغط هرمون سوماتو تروفين. هم ستيميليتد ايه؟ هم اساسا البيتيوتري دي اندر كنترول اوف هايبوثالامس. امال هي ايه؟ لسه كونكتد بالهايبوثالامس. الفيتا جراند كلها اندر كنترول اوف هايبوثالامس، النيورو سبيريت سيلز بتاعت الهايبوثالامس. يبقى هم اندر كنترول بتاع الهايبوثالامس. سيلز بتطلع حاجه اسمها سوماتوتروفين ريليزنج هرمون. هايبوثالامس فيه نوعين من الخلايا، تو تايبس اوف سيلز. النيورو سبيريت سيلز بتاعت الهايبوثالامس نوعين. حاجه اسمها سيلز يعني بيطلعوا ريليزنج
الابلكيشن زياده لو هي قبل البيوبرتي يعني قبل الكلوجر اوف ابيسس انا بطول انا عماله اطول البني ادم ده عماله اعمل ضغط للونج بونز بتاعه بعمل حاجه اسمها جايدنتيز بقى جاينت يعني عملاق حاجه كبيره جدا انا عماله اطول في اللونج بونز بتاعه يبقى بيعمل كل ديزيز لو زاد الجروس هرمون حسب هو زاد امتى زاد الانسان ده صغير في تشايلد هود قبل الكلوجر اوف ابيسس قبل البيوبرتي يبقى انا بزود اللونج بونز بعمل حاجه اسمها جايدنتيز بعمل عملاق حد كبير جدا طويل طب لو زاد بقى حصل ديستربنس في القدم الكبير زاد الانسان ده الكلوجر حصل كلوجر اوف ابيسس بعد البيوبرتي بعمل ديزيز تاني حاجه اسمها اكروميتين تلاقي الاكستريميتيز هي اللي كبيره الاقي ان الهاند بتاعته كبيره قوي الفيد بتوعه كبار قوي الاقي ان راسه قدام كده كبيره قوي يبقى دي فيشز معينه لكن ما هوش طويل قوي خلاص هو حصل كلوجر من البيبس حاجه اسمها اكروميتين Gracias.
ves los very preludes. Preludes que tienen el vivo, hay que confort, hay que discutir, hay que bajar el fin de día. La diaria en preludes es un chef de un buen preludes por un peso. Aquí se tiene que hacer un cerrado, un gerente preludes. ¿Qué es lo que pasa con los fins? Has a pena, su fin es un buen. Es una caída de caído chulos. Caído, ya, y el paso a el buen cliente. شكلهم ايه طيب خلاص دول زي زمان راوند سيلز ليهم راوند ميتيو ما فيهمش دول خير سيلز سفيريكال وليها راوند نيوز شكلهم ايه ممكن يكون في البوينت دي كمان فيهم ميزوفيليك جرانيولز مفيش اي حاجه غريبه شكلهم ايه بالاي اف زي كل السيلز الباقيين سكريتوري سيلز يعني في سكريتوري جرانيولز ار تي ار ميتوكوندريا بولجي فريز ده شكلهم تحت الاي اف مالهمش سبيشال سيلز مش عليهم وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم من اسمه؟ فايرو توس يعني بتسكريت حاجه اسمها تي اس اتش. تي اس اتش ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. ثايرويد ستيميوليتنج هرمون يعني الهرمون اللي بيروح للثايرويد جلد الجلد دي عندها ستيميوليشن تطلع الهرمون زي الجلد بتاعتها في الشهر. ثايرويد ستيميوليتنج هرمون تي اس اتش. الثايرويد ستيميوليتنج هرمون ده بيروح بيستيميوليت السنتسز والريليز Gracias.
اللينس هو اللي بيعمل التست بتاع الميل. في سيل اسمها انترستيشن سيل اوف فايل خلايا. الانترستيشن سيل اوف فايل دي بتطلع هرمون اسمه تستوستيرون اللي في الفيل اللي في الميل بيعمل سكند ريسبشن كاركترز بيعمل سبرماتوجينيسيس طبعا تستوستيرون الهرمون بتاع الميل هو طالع من خليه اسمها انترستيشن سيل اوف فايل هي بتستيميليت في الميل السكريشن بتاع تستوستيرون غير الانترستيشن سيل اوف فايل. عشان كده جم في الميل وقالوا هنسميه اسم يعني بدل ما الاسم ال اتش سموه الاسم الانترستيشن سيل ستيميليتنج
Eu curti o curso. Eu curti o curso de aquele público.